النهارده منتخب مصر للشباب اللي عمل بطوله في كأس العرب، بطوله رائعه جدا رائعه جدا، وشفنا فيها مواهب وشفنا فيها كره حلوه وشفنا فيها نتائج عظيمه جدا تحديدا امام المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. لعب النهارده المباراه النهائيه امام المنتخب السعودي اللي هو منتخب محترم جدا ايضا. مباراه كانت رائعه جدا من المنتخب المصري وايضا من المنتخب السعودي، وخلصت في الوقت الاصلي 1-1، وللاسف خسرنا في الاخر بركلات الترجيح 5-3. مليون مبروك للمنتخب السعودي، هارد لك للمنتخب المصري اللي جيل محترم، جيل محترم وفي لعيبه موهوبه جدا ولعيبه ان شاء الله تكون نواه عظيم لمنتخب مصر في المستقبل. ده هدف اصلا منتخبات الشباب، عشان بس اكون واضح قدام حضراتكم. يعني الراجل كابتن محمود جابر دلوقتي وهو بيشتغل مع منتخب الشباب، هو مش المفروض واكيد هو بيفكر في كده، مش الهدف الاساسي والرئيسي ان احنا نحصد بطولات لمنتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، لا، احنا بنجهز اجيال للمنتخب الاول، وهو ده اللي عامله بصراحه الكابتن محمود جابر، انه مجهز حقيقي جيل محترم للمنتخب الاول، وهو ده اللي نهنيه عليه، ومش الحكايه حكايه بطوله. الكابتن الكبير كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخبنا المصري للشباب معايا عبر الهاتف. يا فندم صباح الخير ومليون مبروك اللي كنت لسه بقوله دلوقتي ده. ربنا الحمد لله طبعا على كل شيء، ربنا يخلي حضرتك الكلام الجميل، ولكن احنا بنقول الحمد لله على كل شيء. كان نفسنا يعني نفرح الناس، نفرح الشعب المصري كله. احنا فرحانين. بص يا كابتن محمود عشان اقول لك حاجه، انا راجل متابع جيد للجماهير المصريه ومتابع جيد للسوشيال ميديا، الناس فرحانه بالجيل، والناس ما كانتش فارق معاها البطوله على قد ما نشوف لعيبه حلوه مستقبل لمنتخب مصر، وهو ده اللي احنا شفناه النهارده وعلى مدار البطوله. فعشان كده الناس مش زعلانه منكم، بالعكس هي مبسوطه من حضرتك ومن الجهاز الفني ومن كل اللاعبين، احقاقا للحق يعني. الحمد لله، والله الحمد لله. يمكن برضه احنا ما كانش في نصيب بقى برضه حته الفوز بمباراه زي دي وبطوله بترفع المعنويات اكتر ويعني بتزيد الولاد ثقه في نفسهم. ولكن عزائنا الوحيد ان الولاد عملوا اللي عليهم، قتلوا بشكل كبير جدا من اول ثانيه في البطوله لاخر ثانيه، ادوا اداء الحمد لله الجميع شاهد له. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره القادمه باذن الله نعمل حاجه برضه ان شاء الله تبسط الناس وترضيهم ان شاء الله. ان شاء الله عدد كبير من اللعيبه تالقت في هذه البطوله يا كابتن محمود، ولما ببص على قائمه منتخب مصر للشباب بشوف تقريبا من كل الفرق اللي موجوده في مصر او في الدوري المصري موجود لاعبين في المنتخب الشباب. واضح انه البحث والتدوير على اللاعبين المميزين في المنتخب ده كان فيه مجهود كبير جدا يا كابتن محمود. والله الحمد لله، ما بنعرف ان في لعيب كويس في مكان بنجيبه ونشوفه او بنروح احنا نشوفه، بجانب طبعا مباريات الدوري الجمهوريه، وبندي له فرصه والله، واللي بيتمسك بالفرصه بتاعته وبيثبت نفسه وبنحس انه بيبقى اضافه للفريق بنضمه على طول، يعني ما نتاخرش ان احنا نضمه. عشان كده تلاقي عندنا لعيبه من عارف كل انا كل بطوله عندي ما لا يقل عن 5 أو 6 وجوه جديده بضمهم وبيلعبوا فيهم 3-4 بيلعبوا بشكل اساسي وبيظبطوا وجودهم. ولكن هي اهم حاجه ان شاء الله يكون برضو الولاد دي عندها دافع كويس او للاستمراريه في هذا المستوى، لان هيبقى في منافسه صعبه بينهم على مين يحتل مركزه في مع المنتخب ومين يكون متواجد مع المنتخب الفتره القادمه ان شاء الله. انا عارف ان فيتوريا تواصل معاك واتكلم معاك عن منتخب الشباب، وهو راجل بيحب اللاعبين الشباب دايما ويحب يتفرج على اللاعبين الشباب ويضم اللاعبين الشباب، كان قال لك ايه على المنتخب؟ شجعك ازاي خلال البطوله؟ والله مبسوط جدا من اداء الفريق، وكلم اللعيبه على فكره برضه عملنا فيديو كول وكده، وكلم اللعيبه كمان واداهم رساله، واللعيبه كانت مبسوطه جدا جدا، مبسوطين ان هو بيتابعهم وكله حس بالامل ان ممكن يبقى له فرصه ان شاء الله. بس ولكن الفرصه دي مش هتيجي للاعيب للانضمام للمنتخب الا اذا بدا يلعب في ناديه، وده اللي انا بتمناه الفتره القادمه والله. صح. يعني قال لهم يا كابتن محمود نصر، قال لهم ايه يعني شجعهم؟ والله قال لهم انتوا عملتوا حاجه كويسه قوي 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 قوي، ولكن مش كل حاجه يعني عملتوا حاجه كويسه، ولكن اهم حاجه هي الناقصه اللي هي الماتش القادم ان شاء الله، لازم تترجموا الحاجات الكويسه اللي انتوا عملتوها الفتره اللي فاتت بادائكم في الماتش اللي جاي، واتمنى لهم التوفيق وكده، يعني هو ده اللي قاله بالظبط. اتكلم معاك عن لعيبه معينه في المنتخب يا كابتن محمود؟
لا لا ما عجبش بلاعيبه معينه؟ خالص. هو كان برضه مكالمه فيديو كول وكده، كان بيدعم الجهاز وبيدعم اللعيبه، وقال انا متابع كويس قوي، ودي حاجه كويسه، حاجه كويسه. خلال البطوله يا كابتن محمود، هل سمعنا يعني اخبار انه لاعبين جالهم عقود احتراف في انديه بتكلمهم؟ دايما بنسمع الكلام ده في بطولات منتخبات الشباب، هل ده كان واقع حقيقي وهل اثر على بعض اللاعبين ولا ما كانش فيه اصلا الكلام ده؟ لا والله انا اول مره اسمع الكلام ده، انا اول مره اسمع ان حد كان جاله في لعيبه جات لها عروض او حاجه. لا ما سمعتش. يعني انا مثلا قاري خبر النهارده ان رأفت خليل جاله عرض من البرتغال. لا لا لا، ما الكلام ده الحمد لله رب العالمين. يمكن احنا كنا قافلين كويس قوي على اللعيبه، اللعيبه كانت مركزه ما شاء الله، يعني اللعيبه رجاله فعلا، كانوا مركزين بشكل كبير جدا جدا في البطوله، كان نفسهم ياخدوا البطوله، ما كانش في حاجه شغلهم خالص خالص غير المباريات البطوله، واحنا يعني ما كانش عندنا وقت، احنا نخلص تمرين محاضره فيديو، نخلص محاضره فيديو، اجتماع مع اللي هو مشهور، ما لا يعني الحمد لله الحاجه دي ما كانتش شغلهم خالص الحمد لله. حتى احنا كان التليفونات معانا باستمرار بتاعتهم، التليفونات بياخدوها وقت معين وبنلمها قبل ما يناموا كده، فيعني ما اعتقدش ان كان في حاجات من دي تشغلهم يعني وكده، انما هم كان عندهم بطوله بيعرضوا نفسهم زي اي حد، يعني اكيد الناس متابعه البطوله، ودي بطوله عرض للعيبه والانديه، بنتفرج على الانديه بتتفرج على المباريات، ومن حق اي حد انه يطلب لعيب، بس اهم حاجه عن طريق القنوات الرسميه. صحيح صحيح. من اللعيبه اللي لفتت النظر جدا في هذه البطوله بالنسبه للجماهير المصريه، انت طبعا المنتخب بالنسبه لك كله كان هايل، واحنا برضو المنتخب بالنسبه لنا كله كان هايل، بس صلاح باشا تألق وأبدع والنهارده سجل هدف حلو قوي، فكان النهارده الناس كلها بتتكلم عنه على السوشيال ميديا وبتتكلم عن أدائه المميز. ما شاء الله. طبعا هو صلاح بدأ معانا البطولة أول ماتش، طبعا هو كان جاي بقاله آخر 5-6 أيام قبل ما يجي، ما كانش متمرن، كان عندهم أجازات وكده، ف جهز معانا من خلال البطولة الحمد لله، ادينا له لعب التدريب برضه، لعب الماتش الاولاني جزء، لعب الماتش الثاني ريحناه، الماتش الثالث شارك ماتش المغرب في الشوط الثاني، ومن بدايته كان احرز هدف كان موفق فيه. بعد كده لعب اعتقد لعب في حدود ساعه ساعه وشويه، النهارده ما شاء الله لعب ماتش كامل و15 دقيقه، يعني لعب 105 دقيقه، فالحمد لله برضه بدنيا ما كانش جاهز قوي، بدا الحمد لله يجهز من خلال البطوله، وناهي البطوله بشكل كويس قوي الحمد لله. لما حضرتك تقعد بقى مع لاعب زي صلاح باشا وتتكلم معاه وهو بيتكلم معاه كابتن محمود، ما بين دايما انه يكمل رحلته احترافه الاوروبيه وما بين كلام عن عودته للدوري المصري، بتنصحه بايه؟ لا هو بالنسبه لصلاح، صلاح بدا كان من السنه اللي فاتت بيدخل مع الفريق، يعني بيتمرن فوق وبيدخل مع الفريق الاول، السنه اللي فاتت دخل ماتش او ماتشين كان في القائمه بتاعت الفريق الاول. لا فطالما بدا يحط رجله كده، لا لازم يكمل، يعني انا انصحه لازم يكمل طالما بقى قريب من الفريق الاول. طبعا المباريات هناك والتدريبات هناك بتبقى مختلفة عننا هنا برضو شوية، فدي بتدي له خبرة، عكس لو بيلعب مع الفئات السنية هناك، لو بيلعب مع الفئات السنية اللي هناك وجات له حاجة خارج إيطاليا يلعب مع الفريق الأول، لا هنصحه يروح يلعب مع الفريق الأول. إنما هو حاطط رجله كويس مع الفريق الأول الحمد لله. طب عقلية عقلية اللاعب نفسه اللي أنت أكيد عارفها كويس، عقلية لاعب عايز يكمل طريقه في أوروبا ولا ممكن يجي مصر؟ عارف أنت بيبقى في لعيبة كده تبقى أنت عارفها. لا 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 لا، عقليته ما شاء الله هيكمل ان شاء الله، وهيبقى له مستقبل كويس قوي ان شاء الله. يا رب يا رب. نحب نشوف اكتر من محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد النني، ودايما الاجيال العظيمه دي من منتخبات الشباب هي اللي بتطلع لها لعيبه عظيمه. كابتن محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومره اخرى مره اخرى انا بهنيك على انك عامل منتخب محترم. وفي نقطه يا جماعه، ودي نقطه قبل ما نروح للاهداف بتاعه مباراه اليوم بين مصر والسعوديه، عشان صلاح باشا سجل هدف رائع جدا، بس في نقطة بتغيب عننا. منتخبات الشباب والمنتخب الأولمبي، ممكن الأولمبي شوية بنبقى عايزينه رائع ويعمل نتائج كويسة تحديدا في الأولمبيات، بس المنتخبات الأعمار السنية الأقل من المنتخب الأول، الهدف منها الأساسي الأساسي والأول وربما الأوحد المفروض إن هم يطلعوا لاعبين للمنتخب الأول، يطلعوا أجيال جديدة للمنتخب الأول. بلاش تتحشر في فكرة إنه منتخب الناشئين خسر بطولة،
منتخب الشباب خسر بطوله، منتخب الاولمبي مش عارف ما عملش ايه في الاولمبياد. بص المهم بالنسبه لي انه يطلع لعيبه كويسه من الاجيال دي للمنتخب الاول. صحيح صحيح فوز اللاعب ببطوله في المراحل العمريه دي بتخليه طول الوقت فاهم وعارف يعني ايه فكره انك تاخد بطوله، فلما يطلع المنتخب الاول يبقى عنده الثقافه دي. بس ده ما يمنعش ابدا ان في منتخبات كبيره في العالم هتلاقيها سيئه جدا على مستوى منتخبات الشباب، سيئه جدا، ولما تيجي بقى على المنتخب الاول تلاقيهم لا حاجه تانية خالص. على فكره انجلترا مثلا مش من المنتخبات الكبيره على مستوى منتخبات الشباب، مش هتلاقي انجلترا عاده يعني. هولندا نفس القصه شويه، البرازيل والارجنتين يعني شويه هتلاقيهم كويسين، بس في منتخبات كبيره جدا كبيره جدا على مستوى منتخبات الشباب مش هتلاقيها. تعال بقى على المنتخب الاول نار. ليه؟ هو بيجهز، هو تحت عمال يجهز. انا مش فارق معايا اللي بيحصل تحت مين بيكسب ومين بيخسر، انا فارق معايا ان انا يطلع لي خمس ست لعيبه من كل جيل للمنتخب الاول افضل ادعم بيه وانا ماشي. فالنهارده محدش يزعل، احنا عندنا بذره حلوه للمنتخب الاول، بذره حلوه. لسه طبعا محتاجين شغل ومحتاجين يلعبوا اساسيين في فرقهم ومحتاجين يحافظوا على نفسهم ومحتاجين تطوير ومحتاجين حاجات كتير، بس البذره شكلها حلو.